يبقى النهاردة قلنا هنراجع إن شاء الله الوحدة الخامسة، مراجعة الوحدة الخامسة. الوحدة اللي الخامسة بتتكلم قلنا على إيه؟ بتتكلم على الضرب. طيب لو أنا جبت كده قلت لو رسمت مستطيل كده صغير وجيت قررت التلاتة في المستطيل ده 5 مرات، كتبت التلاتة اهو هنا هنا، ده معناها تلاتة اتضربت في كام؟ بخمسة في 5، خمسة لأن التلاتة اتكررت 5 مرات، يبقى أنا ضربت التلاتة في 5، اللي هي أنا جمعت التلاتة 5 مرات، فتلاتة في 5 بكام؟ بـ15. لما أقول كده خمسة أضعاف العدد، 5 أضعاف، 25 5 لسه ما كتبتش العدد، مين لسه ما قلتش 5 أضعاف مين؟ 5 أضعاف العدد 6. بساعة 30 ليه بقى؟ لأن 5 أضعاف، كلمة أضعاف دي معناها علامة الضرب فيه، فهنضرب الخمسة في مين؟ في 6، 5 أضعاف العدد 6، يعني 5 في 6، 5 في 6 بكام؟ ب30. طيب لو قلت سؤال تاني، لو قلت 4 أضعاف عدد ما هي مثلا 24، اكتبي الصورة دي في التعبير الرياضي زي نكتبها في صورة معادلة، قصدي عايزين نكتب الصيغة دي في صورة معادلة. 4 أضعاف يعني 4 أضعاف، يعني علامة الضرب في عدد ما، افرضي العدد ده أي عدد X Y الستة A B، الستة صح؟ احنا نفرض الأول ايه؟ احنا عايزين الأول نكتب المعادلة، فأنا هفرض العدد ده ايه؟ أنا مش عارفة ايه هو العدد ما ده، بتكون الناتج 24، هي 24، يبقى الايه هنا بكام؟ نسأل 4 في كام؟ يدينا 24، يبقى الايه 4 في 6 ب 24. تاني يبقى خدي سكرين يا هدى عشان ادب النهارده مش موجود. اخد السكرين دلوقتي. اه لما اسمك كنت يعني بعد شوية عشان اخد السكرين. خلاص يا هدى، انت عم تاخديها، احنا كنا خلصنا العدد 3 مع عدد 12 بيكون مثلا 3 أمثال مين؟ العدد 12 3 أمثال العدد مين؟ الأربعة 3 ضرب أمثال، هي أضعاف، 3 ضرب كام يديها 12؟ 4. هي أدهم، مفيش ما بيجاوبش ليه؟ مفيش رشام. العدد 14 بيكون 7 أمثال نقط، 7 سنين 2. طيب تعالوا نشوف الخواص بتاع الضرب، زي ما كان عندي خواص للجمع عندي خواص للضرب. ايه هي خواص الضرب؟ اول خاصية عندي خاصية الإبدال. هو انا في الضرب يا مس برضه ببدل، اه اخدنا ان احنا في الابدال بنبدل، في الضرب في خواص نفس خواص الجمع. يعني مثلا لو انا قلت
ثلاثة في خمسة هي خمسة في ثلاثة، دي أول خاصية أنا ببدل. تمانية في أربعة هي أربعة في تمانية، ببدل رقمين لأن تمانية في أربعة ب32 وأربعة في تمانية برضو ب32، خمسة في ثلاثة ب15 وثلاثة في خمسة برضو ب15. يبقى أول خاصية عندنا من خواص الضرب هي خاصية مين؟ الإبدال. طيب تاني خاصية، خاصية الدمج. الدمج أقواس على طول يا جماعة، الدمج أقواس، أحط أقواس يعني أقول 3 ضرب 4 ضرب 5، أروح حاطة قوسين هنا، أنا هكتب برضو 3 في 4 في 5 بس هحط قوسين هنا، أنا كده ما بدلتش الأرقام، كل رقم في مكان. أنا كل الحكاية مرة حطيت قوسين هنا ومرة حطيت قوسين هنا، أنا مرة بدمج دور ومرة بدمج دور، يبقى أنا ما بدلتش أرقام، الأرقام كلها في مكانها، أنا عملت دمج حطيت أقواس، فمحدش يشوف إن الأقواس اتبدلت فيقولي دي إبدال، غلط. أنا أول ما شفت أقواس على طول دمج، مفيش تبديل، التبديل دول لو رقمين أنا بدلت مكانهم مش زي اللي فوق، لكن أول ما أشوف أقواس على طول يبقى دمج. كلمة السر هنا الأقواس، أول ما أشوف أقواس دمج، أنت دمجت خليتهم مع بعض. طيب ناخد اللي بعد، خد سكرين يا هدى ولا امسح، مش عارفه تاخد سكرين ولا اخدتي. طيب أخذ الخاصيه اللي بعدها، خاصيه المحايد الضربي، هو مين المحايد الضربي؟ مين المحايد الضربي يا ادهم؟ المحايد الضربي هو مين؟ واحد ال المحايد الضربي هو الواحد. لما أقول 3 في 1 ب3، 5 في 1 ب5، أي رقم في واحد بقى هو، يبقى الواحد ملوش لازمة، يبقى المحايد الضربي هو الواحد. طب أي رقم أضربه في صفر يديني إيه؟ صفر. لما أقول 5 في 0 بصفر، 7 في 0 بصفر، 8 في 0 بصفر، 9 في 0 بصفر، اللي هي خاصية الضرب فيه صفر. طيب يا شباب تعالوا كده نجيب الكتاب، وقفنا لحد صفحة كام يا هشام؟ صفحة 268 في حد عنده مشاكل في الواجب؟ أنا لاحظت إن في الواجب اللي فات في ناس حلة من حد، يعني في ناس كانت بعتت في الواجب في الأول وفي حد نقل منها الواجب، لأن نفس الغلطة اللي كانت موجودة عند حد لقيتها موجودة عند نفس الحد التاني. فيا شباب الواجب ده ليه؟ أنا بدي واجب ليه؟ أنا بدي الواجب عشان تعرف أنت بتغلط في إيه، مش غيرك بيغلط في إيه. هو أنت كده بقى مبسوط؟ مبسوط إنك بتنقل الإجابات غيرك؟ ده ينفع؟ يا شباب مش هنبه على الواجب تاني، كل واحد بيحل واجبه لوحده وما بيشوفش واجب اصحابه اللي بينزل على الجروب. اصل المس اللي بصحى دي فاهمه، فاهمه انت عملت ايه والغلط اللي وقع هنا ليه، غلط غلط مع صاحبك برضه اكيد انا فاهمه يعني، فما ينفعش. طبعا انا مش هذكر اسم اللي قايل عملت كده او اللي عمل كده، بس لو حصل مره تانية لا هيبقى في كلام تاني. الواجب ده لينا احنا عشان نستفاد ايه؟ احنا الواجب ده عشان نستفاد احنا بنقع في ايه؟ ايه الحاجة ان انا محتاجة افهمها وهسأل المس خليها تشرحها لي، ده فايدة الواجب. يلا يا شباب اول سؤال، اي الاعداد التالية هو عدد اولي؟ ألف 11 11. السؤال اللي بعديه، 10 امثال لعدد 430 يا ادهم، قلنا كلمة أمثال هنضرب ولا هنقفل؟ هيدينا ثواني هنضرب الأول لأن هي أمثال، أول ما يقول لك 10 أمثال أو 5 أضعاف بنضرب، كلمة أضعاف أو أمثال هنضرب.
بس هيدينا نفس الرقم ده علشان هنشيل الواحد اللي موجود في الواحد اللي موجود في العشرة هيدينا صفر صح؟ فهنحط الصفر لرقم 430. الرقم 430 عنده صفر لا كمان. ما قلناش كده، ما قلناش دي الطريقة يا آدم. احنا قلنا بنضرب الأول، بننزل الاسكور، فأنا عندي صفرين هنزلهم، وبعد كده بضرب الأرقام. واحد لما أضربه في 43 هي 43، وإجابتك صح 4300، بس أنا مش بشيل واحد وأحط الصفر هناك، أنا بنزل الأسوار في الضرب وبضرب الأرقام. اللي بعديها هو ده 5 كيلو متر و54 متر. اه يا هدى، 5 كيلو متر و54 متر هتساوي ايه؟ كام متر؟ سامعاني هدى ولا لأ؟ طب يلا سمعك يا ريس. 554. 554. تمام. اللي بعديها يا هشام، العنصر المحايد الجمعي، المحايد الجمعي بصك الصفر، لكن المحايد الضرب اللي احنا لسه واخدينه النهارده الواحد. يلا يا ادهم، 21789 قربها لاقرب 1000. مين هنا خانة الالوف؟ مين هنا خانة الألوف؟ مسوين خانة الألوف فيهم أهني بس الواحد. الواحد. احسنت. نشوف اللي قبليه كريم ولا بخيل. ها، 7 كريم ولا اللي بخيل؟ قبليه كريم. يبقى تتحسب الواحد ده هيبقى كام؟ 2 ولا يبقى افضل واحد؟ يبقى 2 ليه يبقى والسبعة افضل؟ والأرقام بقى هينزلوا أسفوق واللي بعده هينزلهم. يبقى 22000. ممتاز يا ادم. يلا يا هدى، رحمكم الله. يلا يا هدى، نعم. إذا كان إيه في 5 بتساوي 40، يبقى إيه بكام هنا؟ مين اللي أضربه ب5 يديني 40؟ خمسة في ثمانية. يبقى 8. تمام. يلا يا هشام، التحويل من كيلو جرام لجرام هضرب في كام؟ نضرب في 1000. 1000. هي سليمة واحدة، من كيلو جرام لجرام 1000، ومن لتر لملي لتر برضو 1000، يبقى من كيلو جرام لجرام 1000. اديني بعيد تاني اهو، ومن لتر لملي لتر برضو 1000. تمام، نعمل الصوب وندخل تاني علشان هي، يلا ادخلوا اطلعوا وادخلوا تاني يا شباب يعني.